اليوم الثالث، اليوم الرابع في حياة الزغلول، اليوم الخامس، السادس في حياة الزغليل اللاحم، بسم الله ما شاء الله. اليوم السابع من عمر زغليل اللحم، اليوم الثامن من عمر زغليل اللحم، اليوم التاسع، اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر. اليوم الثالث عشر. اليوم الرابع عشر. اليوم الخامس عشر. اليوم السادس عشر. اليوم السابع عشر. اليوم الثامن عشر. اليوم التاسع عشر، اليوم العشرين، اليوم 21، 22، تم من تحضين 3 زغاليل، اليوم الثالث والعشرين، اليوم الرابع والعشرين. اليوم الخامس والعشرين. اليوم السادس والعشرين. اليوم السابع والعشرين. اليوم الثامن والعشرون. اليوم التاسع والعشرين. اليوم الثلاثين. اليوم 31. اليوم 32. اليوم 33 من عمر زغليل اللحم، بسم الله ما شاء الله. الزغليل لسه ما فطمناهمش لحد دلوقتي، ليه؟ لان النتايه كانت حصت وهم عمرهم 17 يوم، فاحنا فضلنا ناخد الحصى نحضنه تحت حمام تاني. اليوم 34 من عمر زغليل اللحم. اليوم 35 من عمر الثلاث زغليل اللحم اللي احنا حضناهم تحت القص ده. بسم الله ما شاء الله، الزغليل احجام محترمه، بسم الله ما شاء الله، زغليل محترمة، أحجام محترمة. اللحم نفطمهم بقى، نقول له روح بقى اعتمد على نفسك. بسم الله ما شاء الله، ثلاث زغليل أحلى من بعض يا جماعة. مش عشان ثلاثة يعني، هم ممكن خدوا وقت شوية، لكن حجمهم مش مؤثرين في أي حاجة. بسم الله ما شاء الله. الزغلول الثالث علشان الأهالي تتفرغ للحصى الجديد. مش عايز يتفتم، خلاص بقى تعالى كده القص يكمل على الحصويتين بتوعه. واشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.